السلام عليكم ورحمة الله. أخبار الرياضة، أهلا بحضراتكم. جديد الأخبار معكم هنا في صباح مساء. أعلن الحكم الإنجليزي الشهير هوارد ويب اعتزاله ليصبح المدير الفني لرابطة الحكام هناك في بلاد الإنجليز. أكد ويب صاحب 43 عاما أنه تمتع تماما بأفضل مقعد في المنزل، وهو يدير مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر 10 أعوام. وفي عام 2010 أصبح ويب أول حكم يدير نهائي الشامبيونز ليج، دوري أبطال أوروبا، والمباراة النهائية للمونديال في نفس العام. شارك هوارد ويب أيضا في بطولتي أوروبا عام 2008 وعام 2012، كما أدار لقاءات المونديال بالبرازيل هذا الصيف. وقالت رابطة الدوري الإنجليزي إن هوارد ويب سيصبح مسؤولا عن الإشراف على الإدارة الفنية لرابطة الحكام والمعايير التي تحكم الأداء في أرض الملعب. عقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مؤتمرا صحفيا قدم من خلاله مدافعه الجديد البرازيلي ديفيد لويز القادم من البلوز من تشيلسي مقابل 50 مليون يورو، ليصبح لويز هو الأغلى على مستوى العالم. من جانبه اعتبر القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم أن ثمن شراء المدافع البرازيلي ديفيد لويز لم يكن غاليا لأن لويز لاعب كبير. أعلن الخليفي توقف المفاوضات لضم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح المارينجي الملكي ريال مدريد الإسباني، وقال: تفاوضنا مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لكن ثمن دي ماريا مرتفع للغاية فانسحبنا تماما من المفاوضات. أعلن الفريق البافاري بايرن ميونخ الألماني عن ضمه الحارس الإسباني الدولي بيبي رينا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي. هذا وجاء إعلان الفريق عن ضم الحارس الإسباني دون الإفصاح عن تفاصيل قيمة التعاقد، مع ذكر أنه لمدة 3 أعوام. كان بيبي رينا مرشحا للانتقال لعدة أندية أبرزها الميلان وبرشلونة. كذلك جاء انتقال رينا لينفي تماما إمكانية انتقال مواطني فالديس حارس برشلونة السابق إلى البايرن. أعلن نادي ريال مدريد المارينجي الإسباني تمديد عقده مع لاعبه الفرنسي النجم المهاجم كريم بنزيما حتى يونيو من عام 2019. كان عقد اللاعب ينتهي مع النادي الملكي في عام 2015، إلا وأنه قبل الإعلان الرسمي عن التمديد كان هناك اتفاق شفهي. قالت جريدة ماركا الرياضية الإسبانية، قالت إن الاتفاق كان قد أبرم قبل بداية مونديال البرازيل لعام 2014، ولكن كان هناك بعض التفاصيل العالقة التي تم حلها في الوقت الراهن. استبعد الاتحاد الألماني لألعاب القوى العداء النجم ماركوس رام من المشاركة في بطولة أوروبا لألعاب القوى والتي ستحتضنها زيورخ السويسرية بداية من يوم 12 من أغسطس المقبل بداعي الأفضلية التي تمنحها له ساقه الاصطناعية. يذكر هنا أن ماركوس رام وهو مبتور الساق اليمنى استطاع أن يكون بطلا للألمان في الوثب الطويل، حقق رقما قياسيا عالميا جديدا لذوي الاحتياجات الخاصة بطول 8 أمتار و24 سنتيمتر. كان بطل الوثب الطويل البارالمبي قد أعلن عن أسفه الشديد لهذا القرار. ختاما، سجلت الفرنسية كليغ لافوغي هدفا كان أكثر من رائع في مرمى كوستاريكا في افتتاح لقاءات المجموعة الرابعة من نهائيات كأس العالم سيدات تحت 20 عاما كندا 2014، والذي جرى على استاد الملعب الأولمبي هناك في مونتريال. حتى السيدات لديهن إبداعات. انتهت الأخبار، دوما في أمان الله.